وصلنا هلا لفقرة ضيف اليوم، وضيفتنا لليوم رح نحكي معها اكثر عن عودة الطلاب للمدارس وبعض المعلومات جدا مهمة يلي ضروري كل شخص وخاصة الاهل يعرفوها. سامانتا كالونجي، اهلا وسهلا فيك بيلا سوشيال. مساء الخير روني، تمام؟ كله منيح. سامانتا، بالبداية هل ممكن نعرف المشاهدين اكثر عن المضمون يلي بتقدميه على صفحاتك على السوشيال ميديا؟ اوكي، اول شيء اسمي سامانتا، انا صار لي سنتين على السوشيال ميديا. المضمون اللي بقدمه هو اللايف ستايل، كيف انا عايشه مع ابني، بقدم اشياء مع الاولاد بطريقه مهضومه، بحط فيديوز يعني مثل هيد المسجز اندر ذا فيديوز ليشوفوها الاهل، ومثل نصائح لكل ام انا شو بمرق فيها خلال يومي مع ابني. اوكي، هل يعني في دراسه اكاديميه معينه او اختصاص معين او كلها خبره شخصيه؟ هلا انا هي خبره شخصيه، وانا درست سايكولوجي بس ما نوكت سايكولوجي يعني ان جنرال. اوكي، سو بحاول اطبق اشياء من هون ومن هون. طيب اليوم اللايف ستايل حلو، بس يمكن انت اكثر دخلتي بتفاصيل لها علاقه بالتربيه وبعلاقه الاهل مع الاولاد، خبريني عن المواضيع يلي بتختاريها، كيف بتختاريها، على اي اساس، وقد ايه فعلا يمكن تغيرت وصار في تسارع للاحداث وللمواضيع بحياتنا اليوميه. هلا انا صراحه بلشت صفحتي لما خلق ابني، كرمال هيك بركز اكثر. كرمال هيك بركز اكثر عن اشياء عن الاولاد، عن الامهات، لانه هيك بحس حالي ريليتد، انه بحس بقدر اقدم هذا الشيء لانه انا موجوده فيه. فبضلني اب تو ديت بكل شيء عم بيصير، وبحاول وصل الاشياء اللي عم بتصير مثلا بالبلد عندنا هون، دائما بحاول نبه البارنتس بالاشياء اللي عم بتصير، وخصوصي ضمن الفيديوز بطريقه مهضومه، يعني بحاول اكون خفيف مثل ما بيقولوا. هون سامانتا، قد ايه برايك عم تقدر تغير المفاهيم الخاطئه حول التربيه والعلاقه بين الاهل والاولاد؟ بنعرف، خلينا نكون صريحين وواقعيين، يعني يمكن التربيه بالاجيال قبل بتختلف عن هلا، مع تغير اليوميات خليني اقول عند الاطفال والطلاب، كمان تغيرت كمان طريقه تربيتهم يعني بطبيعه الحال. هلا مثلا رح اعطيك اكزامبل انا عملتها مع ابني، اللي هي مثلا مرفوضه يمكن عند الجيل اللي قبل، اللي هي طريقه الاكل. يعني انا هذا الشغله كثير حبوها العالم عندي، انه بخلي عيسى ياكل بايديه من هو وصغير، يعني ممكن اللبنه يشيلها يحطها على وجهه على شعراته، وهذا الشيء بقوي له اعصاب ايديه وبيخلي عنده مخيله واسعه وبخليه يحب الاكل. يعني ابني هلا كثير بحب الاكل وما بيرفض اي اكله بقدم له اياها. اوكي، هذا يمكن امي او امك ما يتقبلوا، هي وثيقه ما بتقبلها. بس انا بالنسبه لي لا، الولد لازم يكشف، لازم يخبص. يعني سمعت قد ايه عم تركزي كمان على الاسلوب يلي عم تطرحي من خلاله الموضوع، يعني بمعنى ثاني انه يكون سهل الفهم على الجميع، مش بس المختصين او حتى مش بس الاهل، يعني حيالله شخص بيتابعك يكون مهتم بهالامور من وراء الاسلوب يلي بتقدمي فيه المعلومه. بحاول اقدمها بطريقه مهضومه، بطريقه عفويه، وبطريقه انه ما فيها فزلك مثل ما بيقولوا، انه توصل للشخص ديركت، وحتى الاشخاص اللي منهم اميات امراض بيتابعوني لانه من وراء عيسى، ونحن كيف نتصرف بطريقه عفويه، مش انه دائما صوره مدروسه او الفيديو مدروس، لا ممكن يكون فيديو هيك ونزله عندي على البيج. اوكي، بس اكيد بيكون في تحته تبس وقصص. يعني اليوم بدولة الإمارات تحديدا بدأت المدارس بشكل عام، يعني في صفوف دخلت اليوم، بكرة، بعد بكرة، تباعا. خبريني كيف برأيك حضروا الأهل نفسهم اليوم؟ المدارس 100% حضورية للي بده بدولة الإمارات. خبرينا شوي عن الأجواء ما قبل العودة للمدرسة، لأنه بدي أرجع فوت بس هيك بمعلومتين. اوكي، سو كل الاهل اكيد مكيفين انه اولادهم رجعوا يحضروا بالمدرسه مش اي ليرنينج. كله هلا عندي على السوشيال ميديا الاهل عم بيحضروا بين انه يعملوا ليبلينج لاغراض الاولاد، يحضروا لهم السناك بوكس وكيف نحضر القصص والاشياء المهضومه. واكيد عم بيحضروهم نفسيا للحضور الشخصي، صح؟ الكل الشخصي، ايه، لانه هذيك السنه بتعرف ما كان عندنا هذا الشيء.
هلا كمان في سنه يعني في نوع من الاختياري حسب الاهل اكيد وحسب المدارس، هذا موضوع ثاني. دائما بس نحكي عن المدرسه، ما بعرف ليه صار بالفتره الاخيره الموضوع التنمر صار هالقد كبير. خلينا نبلش من الاول، قد ايه الموضوع صار عم بياخذ من اهتمامكم انتم كصناع محتوى على السوشيال ميديا؟ واعطينا هيك بعض المعلومات يلي ممكن انه الاهل يستفيدوا منها بهذا الموضوع بالذات. موضوع التنمر كتير متداول صار بين صناع المحتوى للأهل على السوشيال ميديا خصوصا، لأنه في أولاد منهم under supervision من أهلهم، يعني ما بيراقبون الأهل شو عم بيعملوا، سو بيقدروا يتواصلوا على السوشيال ميديا ويتنمروا على الشخص اللي بيكون مثلا لنقول تلميذ بالمدرسة أو شيء هيك. هذا الموضوع كتير خطير لأنه بيخلي الأكيد الولد يحس حاله أنه منه مقبول منه مرغوب، وهذا الشيء بيأثر على حياته لبعدين. فنحن كصناع المحتوى دايماً بنحاول أنه to raise awareness، يعني نخلي الأهل يعرفوا أنه لا، التنمر منه شيء حلو، منه شيء أنه الواحد عم بيدافع عن نفسه بهالطريقة، لا بالعكس التنمر بيخلق مشاكل لبعدين للولاد. قبل ما أخدم أنا وياكي بدي أطلب منك تعطينا بعض النصائح كأهل، كيف ممكن نخلي السوشيال ميديا عامة، مش أي بلاتفورم معينة أو أي أبليكيشن معينة، كيف ممكن تكون السوشيال ميديا أو نخليها نحن السوشيال ميديا آمنة لأطفالنا؟ صراحة هلأ صار في عدة طرق لنقدر نعمل سوبرفيجن لأولادنا، لنقدر نتحكم بشو عم بيحضروا، كيف فتحوا البيج، نقدر نعطيهم وقت معين يمكن ليقدروا يكونوا على السوشيال ميديا، وفينا من غير ديفايسز نقدر نوقف لهم كذا ويب سايت ما يقدروا يفوتوا عليه. هذا شيء كثير مهم انه الاهل دائما يراقبوا القصص اللي اولادهم عم بيشوفوها او عم بيستعملوا. اوكي، هل في وقت معين مثلا هلا مع المدارس في وقت معين يفترض الاهل يحددوه للاولاد؟ اكيد، يعني أنا بالنسبة إلي ابني لازم إنه إذا بده يقعد يحضر يوتيوب، ما كنت كل أولادنا صاروا بيحضروا يوتيوب، يعني عنده 10 دقايق عنده 10 دقايق مثلا الصبح ممكن، وعشر دقايق قبل ما ينام بالليل شيء هيك، يعني حسب كل عمر، يعني له وقت معين بتحضر له. يعني بتعرفي موضوع جدا شيق وكثير مهم خاصة بهيدا الوقت للأهل. صح. حتى الأشخاص يلي يعني عارفين هالمعلومات بحاجة إنه يرجعوا يعملوا هيك ريكاب سريع عليها. صح. أنا بدي أشكر وجودك كثير معنا سامانتا، شكرا كثير على المعلومات يلي أعطيتنا إياها. ميرسي، شكرا. Thank you.